السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله في هذا الفيديو نحاولوا نخدموا واحد ليكزيرسيس ب HTML و CSS و JavaScript. الفكره ديال ليكزيرسيس ديالنا هو غادي يكونوا 3 ديال لي بوطون او تتحكم في واحد لابلاش كون كتبدا من الزيرو، يعني في الاولى نعطيوها زيرو هو بدا تتحكم فيها، بدا تزيد بجوج ولا يمكن لك تزيد، يعني بدا تزيد بعدد زوجي ولا بعدد فردي يمكن لك. المهم انت كتحكم في هذا الشيء وتقدر تنقص بواحد العدد زوجي ولا فردي. المهم حنا كنتحكموا في داك العدد، مثلا بدا نزيدو بواحد وكندير واحد الكونتور، سواء كيكون كتزيد بواحد ولا بجوج ولا بثلاثه ولا اربعه، انت يمكن لك تزيد باي عدد وكتنقص بنفس العدد اللي عدد مختلف عليه. المهم هادشي كتحكم فيه. وبالنسبه للبوطون اللي تكون ديكريسيت هي اللي كتعوض لك من الزيرو، يعني كتحكم حتى في دوك لي بوطون ديالك. هادي هي الفكره ديال هاد لا فيديو ديالنا ان شاء الله، ديال هاد البروجي. نحاولوا نخدموا اش تي ام ال، نخدموا اش تي ام ال و سي اس اس الهوفر، وهذا يعني في الفيديو ان شاء الله غادي تزيدوا حوايج اخرين في اش تي ام ال و سي اس اس و حتى جافا سكريبت، هادشي اللي كاين. وتابعوا معنا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. حاجه اخرى، ما تنساوش الاي دي، فاش ديروا الاي دي في اش تي ام ال تحاولوا تكوبي وديروا لوكالي في جافا سكريبت باش تحاولوا تفاداو الاغلاط. هادشي اللي كاين. حاجه اخرى، يعني خاصكم تعطيو كما كتشوف بالنسبه لاش تي ام ال راه خدمناها بديف، جمعنا فيها لي بوطون كاملين باش كنتحكموا فيهم كنسونطريهم وكنديروا اللي بغينا. بالنسبه لديك لابل حتى يعطينا واحد الاي دي باش كنتحكموا في الفونت وفي البادين، و تحاول يمكن لكم تحكموا حتى في الكور. هادشي اللي كاين، وكمل الفيديو حتى الاخر ان شاء الله.